بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففيصل تلونة تمرينات. بين أغراض الكلام فيما يأتي. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. أو كسيك ما بين خوي الله إصلاحك، الله تعالى ما بين أو خلقه إصلاحك. فايدة خبر. ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. أوجر فايدة خبر. ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. أوجر فايدة خبر. إنك لتكظم الغيظ وتحلم عند الغضب وتتجاوز عند القدرة وتصفح عن الزلة. أموي فايدة خبر. لازمي فايدة خبر. كنت أموي بخيد الظانع كابرك وايفيد الله سامعك بخيد الظانع. يعني تو كظمي غيزك غيزي خود أخوي وان ولو أختي غضب وتريح المقدرتا أقذري ولو أختي الزلة ويشتبادا لخوش لك كابر خوش. قال أبو فراس الحمداني الله إنا إذا اشتد الزمان وناب خطب وذلهم ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم. عليك السلام. إما وقتها كزمان شديد أبي يعني ويكا ناخوشي بيجدي وخطب وبيسلاح فختي وشوانا نابي وديار خو تند بيتوا قولا بيتوا أبيني لبيني دام مالكاني إما أنواعي يعني زوريك لا يعني أوش تاني كبو شجاعة بيت أو أماديجياني كبو شجاعة بيت منظور آلات حرب وغانية وهر وها أوش تاني كبو كرامة بيت كوسائلي بخششة أو أنا أبيني وقتاك الزمان شديد بيت وإما هي الفرق اللي هنا كردين بلك هو كيما شجاعة وكرامة لسدي خويتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ ألفيت حول بيوتنا عدد يا عدد أبي عدد بيت يعني تو ألفتي أواغر يعني أواد أبيني أو شتا أبيني للق العدا بيض السيوف ولي الندى حمر النعم ها؟ نعم أخبر لك الوزن كان هذا نعم منظوري هو يكون وقتك أقر أواد أبيض تو أوابيني لدوري مالك عن يما دابوتي بو هردو كان مشتمان هيا أو أمادقيانا بيسلا أو إعداد عددك بو شجاعة هيا أو بو كرم هيا هم بيسلا بو عدا بو لقاء عدو بو ملاقات لقل دجمن بيضو سيوفا يعني سبيعي شمسي وبو نداو بخششش وشتري سوس كالكلام بهاترين وشتري وقتب هذا وهذا دأبنا يودا دم ويراق دم أما هل كان دابو دستور يميا جا هيوا هي دي يدري دمي وا دي يدري دمي وا رشت لله اه دمي وا دي يدري منظور يوي بس اذا كان من وقت الكابرادين واش دي يدين وكو معني ماشي سنين انت يلا كاكا كوفيك في مكان تسكن جديد وين يلا الله دي كيد يدين وتمشاكي بو مهمان اشتكيش كان درجين يعني ما روشت ترى برين هو توايت يام فخر هاري فخر قال الشاعر مضت الليالي البيض في زمن الصبا زمن الصبا وأتى المشيب بكل يوم أسود عليه شواني سبي شواني روناك لزمان من داليا وزرا منظوري شوان سيا موكيتي موكي تشبيه كاب الشواوة عليه أو الشوانة شو لا أصلا دبي تاريخ بيقولي أو الشواني أو اختر روناك أم روزاني ألام روزي رشا مو سبي ألام روزي رشا منظوري ويا وألان أو مشيبها توكا روزي رشا موسى بچوته بویش اسلام دوله. یک خوان ریزکن. دیگه خوان کنن. بویش اسلام. الله. یعنی منظوری و هل زمان جهان منالیدا، آو شواني که گذره همون شواني خوشی است. آه و تانيا. بلام الان و روزانی که الان به مسی به هاتو همون رش. همون رش. هی روزی اثر رش. منظوری موقعی. والله وعلم. الان لیر دا منظوری تیا کلن. أني غرض الكلام. ها فرين هذي زعيم. توكم وكان في بروز قام جرار. ها تروح. أنا هذا وش ما أنت والله أنا ما يعمل. حادي ولا حالي. قال مروان بن أبي حفصة من قصيدة طويلة يرثي بها معنى ابن زايدة. مروان لقصيدة كتير ذاك مرثي معنى خير يا ليه. الحمد. يعني. مضى لسبيله معن وأبقى
مكارم لن تبيد ولن تنال. علي روي بوري خوي مع روي ولي مكارمك بديهش كافون لبين ناتد وكثف بيناك. كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة ظلالا. روج خورشيد أو روجيك معن إصابة فكرة ومير لتاريكي نواندنا أدكد ملبسية يعني ظلالي لبركراوة سبرهاي لبركراوة رناكين ما بو. هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبال. عليه أو تشيبك بو كنزار نزار قبيليك العرب كنزار تهد من العدو به الجبال يعني جبالي لبر الارزي يعني لا عدوي أو بإسلام نزار جبالي في الارزي آوة. منظور يوية كمعن شيوك بو كشيوكاني النزار شيوي لبن في نزار الارزان آوة لا عدوي خويا لا بإسلام راكرني خويا هنا بخويا جبل الذي كانت نزار نزار يعني إيش؟ قبيلة نزار. قبيلة نزار. قبيلة نزار. عدو عدو تاني رجع روجت. هوا نزار لهلاطين راكزني خويا أو جبلك أو رأي أداء نزاري والي كركا شو كان يلرزان لراكزني خويا. هوا. واحد ظهر لبري. فإن يعلو البلاد له خشوع. أجر بسر بلاده يعني بكردايا برزي بكردايا خشوعي بو يعني ويكا. سكوني بو دنجي برزناكر دو آرام بو فقد كانت تطول به اختيالا. ألي وابوكا دريج أبووا كبرو أوانا بووا اختيال يعني كبر. ألي أجر بلاد لخوالة دعي معنى كي أونسيو إن صاب البلاد من موته خشوعا غض من أبصارها فقد رفعت بحياتي رأسها مباهات وكبر. الله اگر چی بلاد لبرخاتی مرگی او الان توشی سکوتو ماتن بون و بیتلا چاویان دا پوشی و بلان با حیاتی او سریان برز بوا. الله فاین یعلو البلاد له خشوعن اگر الان اگر الان خشوعی شارکانی دا گرتو لبرخاتی مردنی او یعنی ماتن مسکوت زمانی که وابو که کبرو اوانا درش بوا و سر او شاران دا با وجودی او. أصاب الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعلا. على مرق رجك بمعنى إصابة كرد لزندو كان بكرم ترينيان لنذر فعلوا إصابة كرد يعني مزهر معنى. وكان الناس كلهم لمعنى إلى أن زار حفرته عيالا. على خلقي هميان بمعنى بون بيشتر هتا ويكا عيال خانواده أمزار زيارة حفرة كرد يعني ده هتا مردني ويكا بمردين تواب هو يا وانسين إظهاري حزن تحسر حسرة أخوة. وقال أخذني كالي فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. قال من هيس حيلة وإسلاة الصلاة ولا هيس كاريكم بيشك نايا ما قال ويك أميدي عفي توم هيا وأبي عفوك وهروا حسن ظن بيتايا. فكم من زلة لي في الخطايا عضلت أناملي وقرعت سني. تند من زلة واشتبام بوا تند خطايام بوا كمن سرقام ككانم قاضى قرمو ددانا كانم غيكانم يعني منزولي و يعني تشيمانم لي. يظن الناس بي خيرا وإني أشر الخلق إن لم تعفو عني. خلقي ظني خيريا يعني بمن هي بلا من خرابتريني مخلوقات ما قلت لهم خوش نبي هو إيش هرتيا استرحام واستعطاف مناجاتي جالبة ماسر من خلق فهم طالب هاي دي شنك أدلت ما قلتو عفو منك إيش رضي خلقهم. قال أبو نواس في مرض موته الله وقت اختصر مرقابو دب في استقام سفلا وعلوى. الله لسروا لخواروا نخوش يكان لن يومنا سكا سكا قدمنا وأراني أموت عضوا فعضوا. الله يوام في نشان أدري وخليكم عضوا فعضوا بأمرهم يعني هرزا ريجي يكم ليه سمرتا. ذهبت جدتي بطاعة نفسي أويك بيسلا تحتشي قدرة امتيابو سعينبو بوروي كإتاعتم لنفسي خونكت يعني وشون هواوي نفس كوتم. وتذكرت طاعة الله نظوة ولحالك دعتي الله تعالى مبيه هاتوك بومبا نظو نظو يعني هاتوا كزو لاوازو بيه قدرة يعني على وقتها بيه كوتم وشتياو غالي زع إشتامايش لهف نفسي على ليار وأيام من تجاوزتهن لعبا ولهوا
الله الآن أو حواري نفسي من لسر شوان رجانك كجزالان دوما بل له لعب قد أسأنا كل الإساءة فاللهم صفحا عنا وغفرا وعفوا ذو خلافة ما أنكر أو طريق خلافة أي فرور دقاء فذكر وقت الصفو يخوجبون عفو ما تأخذ بهم والاسترحام استعطاب إنك إذا رأيت في أخيك عيبا لم تكتمه أتو أختك براكة عيبك كبيني نايشاريو يعني كابرا بخوي ذانك نايشاريو لازمي فائدة قال ابن نباتة السعدي يفوت ضجيع الترهات طلابه ويدنو إلى الحاجات من بات الساعية عليه أو كسيك بإصلاح ضجيع الترهات يعني ضجيع الترهات أو كسيك لقل ترهات أخوه لقل شاي خرافه بيهودة أي قزرين وأخوه أو كسر طلابكي يعني أو شتم مطلوبكي فوتبه يعني شتم مطلوبك أوانت فوتكات منظور يوي أجا كابرا ويستي شتك طلابكات ومطلوب بيه أو شتم مطلوبي أو إلى بينبا هدي تعظى ناية غلط وشون ببتا ضجيعي في الرهات يعني ببتا هاونشيني في الرهات وأباطيل هدي تعظى أجا كابرا ويستي مطلوبكي بيه او مطلوب بين شي فوتك شي لبينه با او هيك هاو نشيني با توكا ما وصل اصلا من الدرجه دي تقريبا يعني مضاجع يعني دي خوت وكان او دي يعني كلي خير ما وصل يعني مضاجع او كسيك اللي قلت الرهاته اهم شيء دي ام كسا أفوتي شيء أفوتي مطلوبة كيف أفوتي شو كنا قلت الرأت أو مش أخبار الضجيعة ما جمع فلوسنا فاعل لا فاعل مو فاعل أنا والله ضجيعة طلابه هنا كيدي أجا طلابة كيف أو شتى لا والله هو يفوت فكر فاتح وين لازمه لازمه رأي يفوت ضجيعة الرهات طلابه يعني ويك الطم مطلوبة كيف أفوتي أو كثيكا هو بيقول ضجيع الترهاتي به يعني ببيت المبتدأ مؤخر يعني ضجيع الترهاتي لأن الضجيعة هو درزنا يعني هو كثيكا لقال أباطيلة طلابك أفوته لدى سيته ويدنو إلى الحاجات من بات الساعية بلام أو كثيكا الشوب الرجكات لحالك هر خريكي ساعية أو لحاجتك نزيك بيته بدى سيدينيت أما اشتيا فاعدين أريد هروية قال الأمير أبو الفضل عبيد الله في وسط يوم ماطر وجه باراني ألدهتنا السماء على حين صحبك بغيث على هامنا مسبل وأشرف أصحابنا من أذاه على خطر هائل مبسل على آسمان كتبرها بسرمان منزوري بارانا لحالك كالصحب يجبو يعني آسمان صاو يعني هيت هناك نبو بيوصاو كلش اللي صحوه تبعني أصمان هول اكتيانه بو بارانكي هنا أصمان بسر سرمانا كمسبل بو يعني زور بو خرم ها؟ هام يعني السر كله وأشرف أصحابنا من أذاه جاء أصحابي إما لأذيتي أو بارانا خريب قيشنا لبيتي لبي خطرك هائل زور هولناك كمبسل بو وني لايك سورة عام أبسلوا بما كسبوا يعني مهلك فمن لائذ بفناء الجدار وآو إلى نفق مهمل الله بعضك فناي نبر فناي ديوارك وبعضك إيش مأوان حلب جار لني النفقة النفق تسيلا تونيل هون يبا مثلا لو شو عبا نفسنا الله النفق مثلا بتونيل النفق نفقي مهمل يعني ويل كراو نفقك كرسي في ناسولا مجبور أشواني يعني هل كنا رأيك يوم في ده وخام ديك لتر وجادت علينا سماء السقوف بدمع من الوجد لم يهمل على آسمان سخفكش بسر ما نهر جودي بزودي بخششي بو يعني دلو فكاني خلي من ناقرة يعني بالاني سخفكش هر بسر ما نهباري با فرميسكي وجد الشوقة آسمان إهمالشي ناقرة الآن كبحث يا وانا كربر نهات يا فايد خبر. قال الزاحظ عليه زاحظ كبر مشهورة كا لا
الإسلام معتزلي بو نظراتي زور لنو كتب كان عهد صالح بصوت سنغافين يفكر نا شاعر وعالمي بو نظراتي زور نظرات كلامي وبلاغي لو أنا لنو كتب كان شاعري في أكره مختصر معاني يا شوكاني مثلا لا كتب كان تفتاداني المشورة لقاح العقول على مشورات أويك يعني عقلك كان فيك ولا حقك لقاحك فيك والمسين ورائد الصواب راهن ما يبرو درستية والمستشير على طرف النجاح وكفيش كمستشير ومشورة ورقية لسر لبي نجاح في روزية فرتوتنا واستنارة المرء برأي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير أويك يا وبين خوي استنارة كات طلب النور كات برأي براكي لا أمور عزمي يعني عزمي أمور عمر باش باش كانوا لا بإصلاح تدبيرا راسخ هم ينفع لي خبر قال المتنبي وهو مريض بالحمى فريشي قلت عليه أقمت بأرض